صادف اليوم هجوم أكبر سلاح كيميائي في العالم بعد توقيع اتفاقية حظر السلاح الكيميائي والذي قام به النظام السوري بحق المدنيين في كل من ريفي إدلب والغوطة الشرقية والغربية. لا زال حتى اليوم منذ 7 سنوات حتى اليوم لا زال النظام السوري يرتكب مستمر بارتكاب جرائمه والتي تسببت بتهجير ما يتجاوز 13 مليون سوري. لا زالوا يبحثون حتى اليوم عن حقهم في العيش في بيئة آمنة.